من السوق 3 ولاد فارس الاخوان تاريخ 13/12/2022. السلام عليكم. السلام. وكيداير ولد عمي؟ وبخير كلشي مزيان الله يحفظك تبارك الله. واحد شحال اخو شحال؟ 34 اخوان 1700 درهم باش خرجوا تبارك الله. الله يبارك تبارك الله. سير ولد عمي الله يسر، الله يسر لكم امور. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته إخواني أخواتي داخل الوطن خارج الوطن، صباحكم مبروك الإخوان من قلب السوق الثلاث ديال ولاد فارس الإخوان مزاب إقليم سطات بتاريخ الإخوان 13/12/2022. تحياتي لكم الإخوان وصباحكم مبروك. ما تنسوناش بالدعم ديالكم لي بارطاج الإخوان، جزاكم الله خير. كي داير ولد عمي؟ بخير كلشي مزيان الله يبارك فيك تبارك الله. واش دايرات أخويا هادو؟ جوجات رباعيات، جوجات رباعيات الاخوان، وحده استاتيه وحده طالعه الجموع تبارك الله. الدراره ولد عمي الدرار اي الاخوان دافعات نعجات دافعات تبارك الله. اياه تبارك الله. هادو شحال ثابته؟ اللي ثابته ثابته الاخوان دابا هادو 2300 درهم اللي ثابته. كاين الاخرين تنشوفهم اياه تبارك الله. الاخوان هذه راه متومه، اش متومه؟ حوليات عبورات. هذو الاخوان تومات حوليات تبارك الله. واش دايره في السنه هذه يا ود عمي؟ طالعه الجموع. جيب الجموع. اي تبارك الله جموع مليح تبارك الله. هذه يا ود عمي شحال؟ 56 عطاونا فيها. هذه 56، هذه اخوان عاطينهم 2800 درهم. باقي عندك خرينات؟ هذو شحال اش دايره في السنه صاحبي؟ طالعه الجموع الاول. جيب هذا الجموع الاول ديالهم. اي تبارك الله. اي جيب هذا الجموع الاخوان، جموع صغير تبارك الله. دفوع اش تبارك الله اخوان. اي بدا اي بدات كترخي. هادو شحال قلتي يا سميتك؟ 74 اللي عاطينهم بجوجات. هادو الاخوان عاطينهم 3700 درهم بجوجات تبارك الله. الله يبارك. وهذوك الاخرين حتى هما تبارك الله الاخوان تبارك الله الاخوان. اللهم بارك. النبت الاخوان، النبت النبت الاخوان تبارك الله تبارك الله. الله يبارك تبارك الله تبارك الله. هادو عندهم جوج خربان وحوليات تبارك الله. واش دايره في السن هادو اسميت؟ هادو تما مجموع الاولهم تبارك الله. هادو شحال ثابته فيهم؟ 56. هاد الاخوان عاطينهم هادو 2800 درهم تبارك الله. واخا خويا خلي الاخوان الرقم ديالك واللي عجبها شي حاجه راه يتصلوا 06 10 01 36 68 في الاخر تبارك الله. كاود عمي طلبهم الله، الله يسر لك، الله يسر، الله يسر الامور، الله يسر خويا تبارك الله. السلام عليكم. تبارك الله تبارك الله. واش شحال اخويا عاطي انت؟ 87. 87 ثلاثه هما؟ لا الواحد الواحد كيطلبوا 87. اش دير اش دير في السنه؟ 40. هذا كيكون ثني واقيلا اللي ولا سنه الحليب. سنه الحليب تبارك الله تبارك الله الاخوان. الله يبارك تبارك الله الاخوان. الله يبارك. السلام عليكم تبارك الله تبارك الله الاخوان. الصغير باغي فيه 64، باغي فيه 3200 درهم تبارك الله تبارك الله الله يسر. جلال بخير واش حال ولد عمي؟ بخير. السلام عليكم. 45 تبارك الله الاخوان. هنا 2250 درهم تبارك الله. 45000 تبارك الله. بنتي هذه كانت داخل الربيع ها؟ داخل الربيع ياك؟ ها هي كتاكل حيت بدات كدسم بدات بدات توسخ تبارك الله. دابا 45 هي اللي ثابته ولد عمي؟ ثابته الاخوان 45000 تبارك الله. 45000 اللي ثابته الاخوان. ما تخلي النمره ديالك لما ما بعتوش نفس السوق. يلا قول 06 65 12 53 55 55 بلاصه
هنا مزار. اي هنا في ثلاثه ولاد فارس الاخوان تبارك الله. الله يسر الخويا، الله يسر تبارك الله الاخوان، اللهم بارك تبارك الله، الله يبارك. شحال اخويا انت؟ 44 دابا اللي زاد. زاقي 44، زاقي الاخوان 2200 درهم تبارك الله. 44000 اللي زاقي الاخوان، زاقي 44000 2200 درهم تبارك الله. وتخلي النمره ديالك لا ما بعتيش هنا بلاصه كاينين انتم؟ سيدي حجاج. سيدي حجاج ولاد مراحية تبارك الله. قول اخويا. 0621 78 99 06 في الاخر. كاين الاخوان، كاين الاخ، كاين في سيدي حجاج اللي تشافه وعجباته يتصل به، وديك الساعه تفاوضوا مع بيناتكم على الثمن ياك. تبارك الله اخويا، الله يسر الامور، الله يسر، الله يسر تبارك الله اخويا. السلام عليكم. تبارك الله. اي اخوان مليح هذا تبارك الله، الله يبارك تبارك الله. ما شحال عمي الثمن؟ 40 اللي ثابته عمي، اللي ثابته، اللي ثابته. شحال كتقولوا عمي نتوما؟ شحال كتقولوا بغيتو؟ 46. كتقولوا 46، عطيناهم الاخوان 2000 درهم، كيطلبوا 2300 درهم تبارك الله، تبارك الله. شحال اخويا سمعتوا هذا تبارك الله؟ انا 32. 32 هذه الاخوان 32 اللي معطيه 32، معطيه الاخوان 2600 درهم 32 تبارك الله. تخلي النمره وتعمي؟ لا هذا 06 06 62 27 45 96 في الاخر تبارك الله. بلاصه هنا ولا بروج؟ في قايمن صالح. خويا راه كاينين في القايمن صالح تبارك الله. الله يسر الامور، الله يسر تبارك الله. كي داير بخير؟ كلشي مزيان؟ ما قاريش اليوم حتى 12 يوم مزيان تبارك الله. شحال عطاكم هنا؟ هنا شحال عطاكم؟ مازال على الله. وشحال كتقول؟ وشحال كيقول الوالد؟ ما عرفتيش. مازال على الله ديال الاخوان، باقي ما عطاهمش تبارك الله. ها؟ والرعدس. شارينا 43، هذه الاخوان راه مشريه 2150 درهم باش مشريه تبارك الله، 43000 باش مشريه تبارك الله. الله يعاونكم، الله يسر لكم تبارك الله. شحال السر يزول؟ 97 هاد الثلاثة. المشرى باش ديتيهم؟ المشرى ديالهم الاخوان هادو 97000 تبارك الله، بحال 4000 بحال 4850 درهم. اي تبارك الله. السوق دابا السواق كلهم راه فيهم الثمن، السواق كلهم فيهم الثمن تبارك الله. بنادم مكل الماكلة غالية. ايوا الماكلة غالية. الماكلة اللي دارتها، الماكلة اللي دارتها. الله يسر لك اودي السر يزول، الله يسر لك تبارك الله عليك، تبارك الله عليك تبارك الله الاخوان. زيد عمي زيد تبارك الله الاخوان، اللهم بارك تبارك الله. اش يكونوا وصلنا ما دعم اسنان الحليب؟ اسنان الحليب. هما اربعه ياك؟ اربعه. لا عاد جوج. هادو ما ديالكش تبارك الله. هاد الجوج الاخوان تبارك الله. شحال ولد عمي؟ جوج 100000 تبارك الله. بحال 50000 الواحد. خالصين الاخوان هادو 5000 درهم تبارك الله. اش لي راسولك شويه الله يحفظك. 5000 درهم الاخوان باش خالصين هادو اسنان الحليب تبارك الله. واخا تخلي الاخوان النمره الا ما بعتيهمش في السوق غنبيعهم. غتبيعهم في السوق؟ صافي. الله يسر لك، الله يسر لك تبارك الله عليك، تبارك الله عليك اود عمي، الله يسر لك، الله يسر، الله يحفظك، كلشي مزيان، هاني الوقت، الله يبارك فيك، تبارك الله، تبارك الله، اش ذاك الصايمر، الصايمر هذاك، تبارك الله، الله يبارك، تبارك الله، شحال اود عمي؟ 32. هذا 32، هذا الاخوان 1600 درهم، وهذا هذا؟ هذا عطاونا 27 اخويا. هذا دماني؟ دماني 27، هي وهذا؟ زين زين مليح مليح والله الا مليح تبارك الله. هذاك 32 اخويا. هذاك 32 تبارك الله، 1600 درهم تبارك الله. اييه تبارك الله. خلي الاخوان النمره ما بعتيهمش السوق وغنمشي واحد صيفطهم ليه. يلا قول. 06 65 42 28 12 تبارك الله عليك اود عمي. اييه اييه. عطينا 36 اخويا. هذو 36. هذو الاخوان عاطينهم 1800 درهم، 36000 تبارك الله. حبات زوينين لعايب لهم هذا الفراش. ياك تبارك الله. هذو 36000 الاخوان. تبارك الله. اييه تبارك الله.
صافي هادو راه يدوزو مع النمره اللي حطيتي دابا ياك اللي يحتاجو نتا هما الاخوان هما راه 36000 قالك اللي عاطينهم الاخوان شحال كتقولو نتوما ابراهيم شحال؟ كتقولو 38 كيطلبو هما 38 الاخوان اللعيب ما كاينش تبارك الله كيطلبو 1900 درهم هي اييه تبارك الله ياك هذا شويه ناقص شويه تبارك الله الدنيا عندكم راه ربعات كتلقوا في الربيع دابا كاين اللي طالق اصحاب النعجه ربعات شويه راه النعجه ربعات ولكن قول لي ملي النعجه دابا بغا نطلقوها في الربيع خصنا تنداويوها ضروري عاد تخرج الربيع الا ما داوتش وخرجت الربيع ياثر على الربيع عاد المراره تولي عاد المراره تقدر في البلاصه تطيح في البلاصه في البلاصه تطيح الله يسرها هذه الاخوان اييه تبارك الله اخويا ابراهيم كنشكروك على المعلومه كنشكروك تبارك الله عليك الله يحفظك الله يحفظك الله يبارك فيك الله يحفظك تبارك الله عليك تبارك الله تبارك الله تبارك الله الله يبارك وزين البحثنين سولنا عليك ما كنتيش والله ما ناتش ليا مو الطوموبيل نمشي معاه وعكست عكست يا ايوا ما كاين باس تبارك الله باغي نمشي حاط الخميشه ديالي باغي نزيد الخضيره من تما من تنين ايوا ما كاين باس ما كاين باس ما كاين هادو شحال ولد عمي هادو هادو صداقهم 51 صداقهم هادو الاخوان 2550 درهم تبارك الله 51000 و50 درهم صداقهم 51000 تبارك الله تبارك الله عليك ولد عمي الله يسر لك الله يسر لك الله يسر لك لا تزاد تزاد مع الربيع مع الربيع ان شاء الله تزاد تبارك الله الاخوان الله يبارك تبارك الله هادو اش دايرين سنانهم دابا اخويا السن ديالهم سنان الحليب كلهم سنان الحليب حتى داك هذا بغى لي هادو ديال الكارو جدوعه ديال الكارو تبارك الله شحال تاكم اخويا جدوعه 36 وبغى 86 بغى 86 وجدوعه 36000 جدوع الاخوان 1800 درهم تبارك الله والبغل 86 الاخوان على 4300 درهم تبارك الله تبارك الله الله يبارك السوق ثلاث ولاد فارس الاخوان تاريخ 13/12/2022 تحياتي الاخوان صباحكم مبروك جميعا خويا الله يسر لك الله يجيب التيسير تبارك الله عليك تبارك الله الله يحفظك يا عمي تبارك الله تبارك الله الله تبارك الله شحال عمي عاطين الثمن هنا؟ هذه عجلة 125 16 حتى هي عجلة 116 تبارك الله هذه الاخوان 125 بحال 6250 درهم تبارك الله هذه الاخوان 5800 درهم 116 تبارك الله الله يسر لك عمي الله يجيبك تيسير الله يعاونك الله يعاونك تبارك الله الله يبارك تبارك الله مع شحال عمي سمعتي الثمن؟ هذا اخويا 380 190 190 190 190 عجول ياك عمي عجول هذا الاخوان هذو على 9500 درهم الواحد تبارك الله تبارك الله بحال 190000 الواحد تبارك الله الله يبارك الله يسر لك عمي الله يجيب لك تيسير الله يجيب تيسير